طلع بيان وبتقول هاتولنا الخطابات دي، وان في خطابات مزوره ودي مفاجاه كبيره جدا وكلام خطير جدا. لكن عشان نعرف الامور اكتر معنا تليفون مهم في البدايه، المهندس شريف العريان الامين العام للجنه الاولمبيه ورئيس اتحاد الخماسي. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا. اهلا بك، تحياتي لحضرتك، واكيد عايز ابارك لك على انجاز الخماسي في اولمبياد الشباب وكمان النتائج المبشره لشباب مصر في هذا الاولمبياد. الله يخليك، شكرا جدا. طبعا مبروك لمصر كلها، نتائج كانت مميزه جدا وبالاخص الخماسي الحديث اللي احرز 3 ذهبيات وفضيه، نتائج الحقيقه مشرفه وجميله طبعا. اللجنه الاولمبيه يعني احيانا بتسكت كده شويه، فالكل بيصدق ما اللي بيدور واللي بيتقال، ولكن على فترات كده بيطلع بيانات قويه. اخرها من ساعات خرج لنا هذا البيان او الخبر اللي انا قلته، ان اللجنه الاولمبيه بتقول لو في اي حد عنده خطاب او كلام احنا بعتناه للجنه الاولمبيه الدوليه في اي اساءه لاي حد في مصر ونشرته مضمون الخطاب. مظبوط، احنا اصل استغربنا جدا كان موقف مجلس النواب، او حسينا ان في يعني حاجه مش طبيعيه. فلما سالنا قالوا لنا ان في جواب احنا مطلعينه للجنه الاولمبيه الدوليه او حاجه، وبيسيء للدكتور عبد العال او مجلس النواب. والحقيقه ده ما عمره ما حصل، ان عمره ما طلعنا اي جواب يسيء لاي حد الحقيقه في مصر، مش بس اكيد بالاخص مش مجلس النواب. فاستغربنا جدا، فقلنا لا لازم نطلع بيان خلاص عشان الدنيا تبقى واضحه. ورجعنا كل حاجه عندنا، احنا اي خطاب بيطلع من عندنا حضرتك بيكون مسجل، بيكون طبعا صادر من عندنا مسجل في الدفاتر. اي ايميل، ايميلاتنا كلها واضحه وصريحه، بتطلع من ايميلاتنا الخاصه باللجنه الاولمبيه الدوليه المصريه، وايميل معترف بيه ومعروف، وكل اللي خرج منه ودخل اليه مسجل عندنا الحقيقه. فعشان كده اصدرنا هذا البيان عشان نوضح الراي العام ان احنا لا يمكن ان احنا نسيء ولا لاي رمز في مصر او خارج مصر الحقيقه في الرياضه، ولا نطلع اي حاجه فيها اي جواز فيها اساءه. طب الخطاب اللي كان متداول ده بقى يعني ايه يعني جه منين وراح فين؟ احنا ما نعرفش الحقيقه، احنا عايزين نوصل له يعني. احنا بنحاول بنشيد باي حد جاله صوره هذا الخطاب الحقيقه يوريه لنا، عشان ايه؟ عشان ناخده، عشان نطعن بالتزوير على طول فورا في 7 صفحات. اول ما يوصل الخطاب ده الى اللجنه او الى اي افراد من افراد اللجنه هنطعن فيه بالتزوير فورا خلاص، لان ما فيش حاجه من عندنا طلعت بهذا المنظر على الاطلاق. هل تم التفاهم بقى والتواصل مع مجلس الشعب بقى لاعلانهم للحياه الاخيره اللي انتوا اعلنتوها ده خلاص حصل مع مجلس الشعب بالفعل؟ احنا تواصلنا معاهم ان ما فيش اي اساءات طلعت عندنا على الاطلاق، واحنا بنرحب بانهم بيقعدوا معانا في اي وقت هم عايزينه خلاص، ونشرح لهم بالظبط كل حاجه خاصه بالقانون والميثاق الاولمبي من وجهه نظرنا. تمام، وما تنساش ان القانون طالع من مجلس الشعب. تمام، هو اللي اقره، وهو اللي بعته الرئيس عشان يقره. احنا كل اللي عملناه ان احنا راجعناه ان هو مطابق للمواثيق الدوليه والاولمبيه فقط لا غير. احنا اللي اصدرنا القانون ولا احنا اللي الفنا القانون الحقيقي. يعني هل كان من الطبيعي ان قانون يا دوبك ما كملش سنه ونص وطالع من نفس دور الانعقاد ونفس اعضاء مجلس الشعب اللي اعتمدوا هذا القانون واشادوا به وقالوا اخيرا عندنا قانون بيتوافق مع الميثاق الاولمبي الدولي، فجاه لا ده في اخطاء، فجاه ده في مشاكل، عايزين نطور، عايزين نغير الوضع ده. هل كل ده كان رد فعل فقط على خطاب ملوش اساس؟ لا طبعا، احنا من وجهه نظرنا ان القانون الحقيقه حاجه محترمه جدا. تمام، طلع بعد حاجه و40 سنه من القانون القديم. طبعا القانون القديم قانون 77 لسنة 75. 77 لسنة 75. تمام. اللي كان غير مطابق للمواثيق الدولية، وكنا على وشك الإيقاف دوليا من 2008، وإحنا بناخد في مد مهلة في مهلة في مهلة إلى أن صدر القانون الحمد لله في 2017 مطابق تماما للمواثيق الدولية. تمام. ونشكر عليه البرلمان طبعا، و كابتن فرج عامر كان رئيس لجنه الشباب في الوقت ده، والمهندس خالد عبد العزيز الحقيقه له فضل كبير فيه. طبعا مجهود كبير. افهم من كلام حضرتك ان لسه في كلام هيكون في مجلس الشعب على تعديل بعض البنود في قانون الرياضه، ولا كده القصه انتهت؟ لا، دي تسال فيها حضرتك مجلس الشعب، احنا ما عندناش اي مشكله
في تعديل لو هم عايزين يعدلوا بعض المواد بما لا يخالف المواثيق الدوليه والميثاق الاولمبي، اهلا وسهلا، مفيش اي مشكله خالص. احنا اللي بنغير القانون الحقيقه، احنا كل اللي بنعمله احنا بنراجع ان مفيش حاجه. طيب انا طبعا عارف اجابات حضرتك، لكن خلينا اسالك السؤال بشكل تاني. من مراجعتك للقانون واعتمادكم ليه، هل يوجد اي بند محتاج لتنقيح او تعديل؟ وحضرتك قلت لي ان كل البنود موافقه للميثاق الاولمبي وتتوافق معاه، هل احنا في احتياج للتغيير وهل حاجه في حاجه اختلفت؟ انا هفكر حضرتك بمقوله مهندس خالد عبد العزيز لما اصدروا القانون، قال ان مع التطبيق الفعلي للقانون قد يظهر حاجات مع التطبيق الفعلي، لان احنا نسينا حاجه محتاجه تعديل طفيف، وده الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. القانون بنسبه 95% او اكثر مطابق لكل حاجه، ما فيهوش اي مشاكل على الاطلاق من وجهه نظرنا احنا، تمام؟ فاحنا بنطالب وزاره الشباب والرياضه ومجلس النواب يبعتوا لنا يقولوا لنا ايه الحاجات اللي هم من صديق الفئه شايفين انها محتاجه تعديل، تمام؟ احنا هنراجعها بس مطابقه، تمام؟ مطابقه خلاص يغيروها، مفيش امتى. طيب لو مش مطابقه وحصل خلاف ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل وقف الرياضه المصري، وقف اي عبقريه ولا اي ولا اي حقيقه يعني. ما انا 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 عارف ده، بس بحب اسمعه ليه؟ لما بنقول ده الناس بتقول لك ده بيخوفونا ومش عارف بيروحوا للخارج وناس والعالم كله ايه وداخل ايه. بالظبط، مصر ماضيه على احترام المواثيق الدوليه، مصر ماضيه على معاهده في اليونايتد نيشن خلاص اللي اللجنه الاولمبيه الدوليه طرف فيها، تمام، مع اليونايتد نيشن برضه، فالمواثيق الدوليه خلاص كلنا كل العالم بيحترمها، كل العالم بلا استثناء، تمام. احنا دستورنا بيقول في الماده 81 احترام المواثيق الدوليه، تمام، حلو. احنا يعني احنا مش بنقلب حاجه، احنا على فكره احنا اللي بنحارب ان مفيش اي حاجه تطلع لبره اساسا. انا بس ليه البعض عاوز يلقي على اللجنه الاولمبيه الدوليه ويقول لهم يا جماعه انتوا ليه بتتمسكوا بالخارج وبتستقوا بالخارج؟ اعتقد الجمله دي ما عادش ليها مكان اساسا، ومن الطبيعي اصلا ان انت بتتعامل اصلا مع هذه المؤسسات الدوليه بشكل مستمر وبشكل طبيعي. يا باشا احنا بنتعامل بصفه يوميه مع اللجنه الاولمبيه الدوليه وكالتحديات مع اتحاداتنا الدوليه اللي احنا بنتبعها خلاص، واتحدى اي حد يطلع اي جواب اي مراسله ما بيننا وبين اللجنه الاولمبيه الدوليه بتحاول توقف مصر او بتسيء لمصر، اتحدى. لا وجود لهذا على الاطلاق. كلام محترم، وان شاء الله الامور تمشي في الرياضه المصريه في الفتره الجايه على خير. اخيرا كان في خطاب من اللجنه الاولمبيه الى وزاره الشباب والرياضه بداعي تقريبا يعني حاجه كده في الميزانيه عندكم 4 مليون زيادات او حاجه، والوزاره كانت عايزه تعرف هم فين. حضراتكم قلتوا له تقريبا بعتوا خطاب ان في خلال شهر هيتم الرد او حاجه زي كده، هل الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ احنا فعلا جالنا جواب، الحقيقه انا برضو بستغرب جدا، ويعني حاجه مش عارف اضحك ولا احزن ولا ايه الحقيقه. احنا حضرتك اللجنه الاولمبيه المصريه الوزارة من حقها المراقبة المالية على جميع الهيئات بما فيها احنا. احنا الوزارة هيئة الرقابة والمعايير في وزارة الشباب والرياضة بتراقب عليها سنويا، كل سنة بتيجي وتعمل تقرير، الجهاز المركزي للمحاسبات بيراقب علينا سنويا وبيطلع تقرير، تمام؟ فإنهم يجوا يقولوا ده في حاجات مر عليها من 2013 يعني مر عليها حوالي 5 سنين خلاص، وكان في وفرات هنا. على فكره الوفرات دي مش قصه جديده، الوفرات دي حضرتك موجوده ومكتوبه في الميزانيات بتاعتنا، يعني ميزانيه اخر السنه اللي احنا حاطينا مكتوب فيها هذا الكلام، احنا مش مثلا دارينا فهم فوق ان في وفرات. فانا مستغرب جدا الحقيقه، احنا مثلا بناخد 5 مليون جنيه مثلا يعني خلاص لبعثه معينه، صرفنا 4.5، ففي نص زياده، طب النص الزياده ده يعني ايه اللي بيتم فيه؟ في بيدخل ويكمل في الميزانيه الجديده، مظبوط كده؟ بيسجل في الميزانيه حضرتك، بيجهز مركزي المحاسبات، بنطلب من الوزاره خلاص ان احنا عايزين دعم للمرتبات، دعم لحاجات تانية كتير ما بناخدهاش، فبيقول لك اصرف من الوفرات اللي عندك شكرا، تمام. فهو ده اللي كان بيحصل، انما حضرتك متخيل ان ميزانيات انتهت والجهاز المركزي راقبها ما قالش اي حاجه عليها، ولا الرقابه والمعايير قالوا حاجه عليها، جاي لك بعد 5 سنين تقول لي والله في وفرات كذا وكذا وكذا. طيب حلو قوي لو حضرتك عايز تحاسب جرى، هل في حاله تربص من وزارتش؟ لا انا اقول لحضرتك، احنا المفروض يجي لنا 3 مليون جنيه كل سنه دعم، كويس. احنا في فترة من 2011 ل 2013 خلاص 3 سنين جالنا مليون بس، تمام. طب ما نعمل مقاطع ثلاثة يعني. طب ماما حضرتك برضو حضرتك لا حضرتك سكت ليه؟ ما هو نفس القصة، وزارة الشباب والرياضة سكتت ليه؟ يعني ليه الوقت ده هنا ودي الوقت هنا؟ لكن أخيرا هل في تربص من وزارة الشباب والرياضة باللجنة الأولمبية المصرية؟ لا أنا ما أقدرش أقول تربص، أنا ما أعرفش الجواب ده ليه الحقيقة. أنا عارف إن وزارة الشباب والرياضة في سنة عملية
خلاص ده دي حاجه مش جديده الحقيقه، فزي ما احنا في زنقه ماليه برضو خلاص كل واحد بيحاول يعني تبرير حضرتك اللي دي زنقه ماليه مش هنتكلم ان في ضغوط على وزاره الشباب والرياضه من بعض الاشخاص عشان الامور اللي بتحصل. اتفضل يا فندم. اتخيل هذا. اشكرك المهندس شريف العريان الامين العام للجنه الاولمبيه المصريه ورئيس اتحاد الخماسي. كلام مهم جدا لكن كلام واضح جدا، وجمله ما بقتش جمله رنانه، بقت جمله مؤكده.